الحقيقة كان لازم كمان ما يعديش المهرجان من غير ما نتكلم مع فريق العمل المتمثل في رئيس المهرجان السيدة ماجدة واصف والمدير الفني للمهرجان يوسف الشريف رزق الله، وكمان اتكلمنا معاهم عن دورة السنة دي وهم شافوها أو شايفينها إزاي، وكمان اتكلمنا معاهم عن نوعية الأفلام اللي متقدمة السنة دي وكم الضيوف اللي حضروا المهرجان، خصوصا وإن ماجدة واصف صرحت قبل إن الإدارات السابقة للمهرجان ما كانتش على المستوى الصحيح وإنها عانت كتير جدا بمجرد استلامها إدارة المهرجان. ساعة ما جيت كان في إرث ثقيل بينا، فبدأنا بتنظيم المكان، بتنظيم كل الحاجات اللي هي المفروض كانت تبقى ماشية. يعني إنك تبتدي في الدورة 37 تعملي موقع جديد للمهرجان، لأن كل المادة مش موجودة، كل الموقع اللي قبل كده هو مش موجود. يعني دي كانت صعبة شوية، زي حاجات كتيرة قوي ابتديناها وظبطناها، فأخذت شوية وقت. وبعدين ابتدينا بقى ندخل في صلب الموضوع اللي هو مضمون المهرجان، وان شاء والحمد لله ماشي كويس. احنا اصدرنا لكل فنان من الفنانين كتاب بقلم احد النقاد، وكذلك عرضنا مجموعه من الافلام المصريه لهؤلاء الراحلين، وبالنسبه لعمر الشريف اقمنا احتفاليه خاصة عزمنا فيها عدد من الشخصيات الأجنبية اللي كان ليهم علاقة بي، وعدد من الفنانين المصريين من أصدقائه، وعرضنا أربعة من أفلامه الأجنبية، منها فيلم مجهول تماما لينا اسمه جحا، أول فيلم مثله خارج مصر.